زوزه ها و سوز و گداز یک مزدور جنایتکار در حکومت عراق علیه مجاهدین به خاطر شکست سفر مالکی در آمریکا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام والجزء الثاني والاخير من بعد التاسعه وسيد ياسين مجيد عضو دوله القانون نائب في البرلمان العراقي. شكيت اعضاء الكونغرس. والحديث جرى ايضا عن مجاهدي خلق. وكان اشتراك مكين ومنينديس ورويس ثلاثتهم ذولي بس بدرجات متفاوته. أكثر من تحدث عن مجاهدي خلق هو منينديس رئيس لجنة العلاقات في مجلس الشيوخ، وطبعا الرئيس المالكي عرض لمكين وللثلاثة، أولا مجاهدي خلق هي منظمة إرهابية، الولايات المتحدة قبل سنة يلا رفعتها من المنظمات الإرهابية. صحيح. اثنين، وجودها غير قانوني في العراق. ثلاثة، الأمم المتحدة العراق طلب من أمريكا ومجلس الحكم أصدر أنه قال هاي يجب أن تخرج، ولذلك هناك قرار عراقي مسبق، والولايات المتحدة كانت تقدم الوعود للعراق بأنه يابا مددوا لنا 6 أشهر، مددوا لنا السنة، مددوا لنا مدري إيش، والأمم المتحدة حتى وصلت القضية إلى نقل جماعة مجاهدي خلق إلى معسكر ليبرتي، وبقي 10 من هؤلاء في مخيم أشرف، معسكر أشرف، ومساحته يمكن يفاجئ البعض 37 كيلومتر مربع. العراق طلب من هؤلاء أن يرحلوا، أخبر الأمريكان وأخبر الأمم المتحدة، كيف يمكن أن نحمي 10 أشخاص في مساحة تبلغ مساحتها 37 كيلومتر مربع، وليش باقين؟ ولماذا هذا الإصرار على البقاء؟ والعراق حين تحدث به عمليات إرهابية وقتل، كيف يسأل عن حماية قتلة في معسكر؟ والولايات المتحدة والأمم المتحدة عجزوا عن هؤلاء، وحتى لم يتجاوبوا في عملية التحقيق مع الملف. طبعا احنا ما نعتب على منديدس، لانه اكو عندنا بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات تتعاطف مع مجاهدي خلق. من عنده لا، يعني هي المشكلة أن البعض هنا من يسمع من ديدس يا باختلف مع المالك على مجاهدي خلق، وكأنه اختلف على فد شيء عن العراق، يعني شيء غريب، يعني هؤلاء يتعاطفون مع مجاهدي خلق، هؤلاء القتلة، هذه المنظمة الإرهابية، زين، مع 10 رفضوا الخروج من 37 كيلومتر مربع. فبعدين المالكي قلل من ديدس، قال له يا عمي أنت إذا حريص عليهم هم 3000 واحد، انتوا عندكم 50 ولاية، وزعوهم على كل 30 واحد، كل 100 واحد وزعوهم على 50 ولاية، وزعوهم عليكم على الولايات، اذا انتوا هيك حابينهم وتعتقدون انه حدثت ما اعرف ايش مقتل لهم. احنا العراقيين يوميا يقتلون بالعشرات، وليش انتوا على مجاهدي خلق هيك؟ هذا 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 طبعا هذا انزعج الحوار. هذا انزعج من ديدس من هذا الرد. أنا طبعا اتدخلت قلت له دولة الرئيس هو خلي منديدس وكروكر يوزعونهم على الحزب الجمهوري والديمقراطي، شو مسؤولية العراق بالله يحتفظ بمجموعة من القتلة جي، وأن يزعل منديدس وأصدقاء منديدس ومجاهدي خلق؟ خلي يزعل، خلي يزعل. لو ما